السلام عليكم. إسرائيل تتربص بالتحركات السرية والعسكرية الخاصة بالفصائل الفلسطينية في داخل قطاع غزة، وذلك من أجل استغلال الإحداثيات لتحقيق ضربات فعالة بعد انتهاء الهدنة الإنسانية. هذا كله جاء بتفاصيل نشرت على CNN الأمريكية وتداولتها الأوساط العبرية والإسرائيلية بشكل مكثف، مثل على سبيل المثال JNS Jerusalem Post، The Times of Israel، وكذلك تفاصيل أخرى قد نشرت من قبل قناة N12 العبرية. والإسرائيل رادار هي التي أوضحت طبيعة المتابعة وتتبع التحركات الخاصة بالفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة. ما الذي تحدثت عنه هذه المصادر يا ترى؟ الذي تحدثت عنه بأن الفصائل الفلسطينية داخل قطاع غزة استغلت تماما الهدنة الإنسانية لتغيير مواقع الأسرى الذين قاموا باختطافهم في 7 أكتوبر من الشهر الماضي، حيث أنهم قاموا بتغيير مواقعهم من نقطة إلى نقطة أخرى، وهذا لأسباب مهمة بالنسبة للفصائل الفلسطينية، وذلك من أجل أولا إبعادهم عن أنظار ومراقبة جواسيس إسرائيل داخل قطاع غزة، بالإضافة إلى ذلك لتغيير الإحداثيات على الجانب الإسرائيلي حول أماكن تواجد هؤلاء الأسرى، وأيضا لزيادة سرية طبيعة تواجدهم وتحركاتهم، وهذا هذا يؤدي ببساطة إلى تقوية ورقة الأسرى بالنسبة للفصائل الفلسطينية، لأن هذه الورقة مهمة، هي الورقة التي جعلت الولايات المتحدة الأمريكية والغرب أن يضغطوا على إسرائيل بشكل كبير لإيقاف إطلاق النار لتحقيق هدنة إنسانية، وهي مستمرة في مسألة التمديد وفي مسألة أنها تستمر. كل يوم نرى بأن هنالك تطورا وتمديدا بسبب هذه المسألة، وبالتالي الفصائل الفلسطينية تعتبر هذه المسألة مهمة للغاية. ولكن كما تتحدث هذه المصادر بأن هذه التحركات قد تمت، أي بما معنى بأن هنالك مراقبة كبيرة لهذه التحركات. فبالنسبة لإسرائيل رادار والذي ركزت عليه هنا، أكدت أن الجانب الإسرائيلي هو يراقب هذه التحركات، مثل هذه التحركات والهدنة تفتح الباب للجانب الإسرائيلي لمعرفة من أين انتقلوا، من أي نقطة وإلى أي نقطة كذلك انتقلوا، بالإضافة إلى ذلك إلى أن كم من الأنفاق والمخابئ موجودة يستطيعون من تحديدها في ظل هذه التحركات، ما طبيعة الحراسة الموجودة على هؤلاء الأسرى، وبالإضافة إلى ذلك إلى أنهم سيستغلون أيضا الهدنة الإنسانية للتخلص من الضغوط الأمريكية والغربية في مسألة هؤلاء الأسرى. وبالتالي هؤلاء الأسرى المزيد منهم كلما خرج وكلما تم إطلاق سراح الأمريكيين والبريطانيين وغيرهم من الدول الأوروبية المهمة، تتخلص إسرائيل من الضغط، تحدد مواقع هؤلاء الأسرى بشكل أفضل وبشكل أدق للقيام بعملية عسكرية أدق لا تؤدي إلى مقتل هؤلاء الأسرى، وأن يكونوا حذرين في عملية التواجد وفي مواجهة طبعا الفصائل الفلسطينية في جنوب قطاع غزة، لأن إسرائيل تصر على عملية الهجوم على جنوب قطاع غزة. وطبعا إسرائيل تراقب حتى التحركات التي تجري أثناء تبادل الأسرى، مثل يوم أمس على سبيل المثال، وحتى في الأيام التي مضت الجماعة والأسرى طبعا الإسرائيليين الموجودين في داخل قطاع غزة أغلبهم كانوا قد خرجوا من هذا المعبر الذي ترونه هنا، وهو معبر كرم شالوم، أو طبعا كرم شالوم هذا المعبر الإسرائيلي هنا بينه وبين قطاع غزة، هو المعبر الذي خرج منه الأسرى طبعا إلى العمق الإسرائيلي، وبالتالي هم يتتبعون مثل هذه التحركات، لا بل إنهم تتبعوا أيضا، وأصبح واضحا لهم من خلال ما صورته الفصائل الفلسطينية طبيعة الموقع الذي تم تسليم فيه الأسرى للجانب الإسرائيلي يوم أمس أثناء إطلاق سراح الدفعة الرابعة. وبالتالي إذا ما ظهرت، وطبعا صورت الفصائل الفلسطينية هذه الصورة على سبيل المثال، مقطع مصور كامل لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، ومن خلال هذا الموقع ومن خلال برج المراقبة هنا الذي ترونه، وكذلك هذا الجدار طبعا الشائك الواضح بأنه محمي بشكل كبير، يوضح لك بأننا أمام السجن، وبأن هذا السجن وبالقرب وبجانب البرج المراقبة ترى بأن ليس هنالك أي شيء، أي مبنى ملاصق له. ستلاحظ بأننا أيضا أمام كرفان على ما يبدو في هذه النقطة، وهنا بوابة رئيسية للسجن، وهذا عمود كما نلاحظ، وهذا هو الشارع، وأيضا نقطة أخرى قد لا تكون بالوضوح الكبير الذي نتحدث عنه، ولكنها نفس النقطة كما نرى من خلال هذه العلامات. وطبعا البرج متواجد
متواجد هنا بهذا الاتجاه من خلال هذا الشارع ترى بأن هنالك مبنى بهذا الاتجاه وهنا مبنى أصغر وليس هنالك طبعا أي شيء ملاصق لهذا المبنى، وبالتالي علامات كثيرة هي كلها تتطابق من خلال مطابقتها مع ما هو موجود كما تحدثنا الآن بأن هنالك استخدام لمعبر كيرم شالوم الذي تحدثنا عنه. هذا يوضح ببساطة بالنسبة للجانب الإسرائيلي بأن هؤلاء الأسرى متواجدين أما في خان يونس أو في رفح، لن يكونوا طبعا أو طبعا في المنطقتين، ليس هنالك أي مشكلة في هذه المسألة، وهذا يعني بأن هؤلاء الأسرى لم يأتوا طبعا من شمال قطاع غزة، وذلك لأن الجانب الإسرائيلي قد عزل المنطقة الشمالية عن المنطقة الجنوبية. أيضا لا مصلحة للفصائل الفلسطينية أن تضع الأسرى في دير البلح أو مخيم النصيرية أو كذلك المنطقة الأخرى ألا وهي طبعا مخيم البريج، لأن هذه المنطقة تأتي على مسافة 6 كيلومتر بينما قطاع غزة جنوب قطاع غزة تحديدا خان يونس ورفح العمق الخاص بها يأتي على مسافة 13 كيلومترا، وبالتالي المنطق الأساسي بالنسبة للفصائل الفلسطينية أن تكون وأن يكون العدد الأكبر للأسرى هو متواجد في هاتين المنطقتين. وعلى هذا الأساس إذا ما حاولنا البحث عن السجن الموجود في هاتين المنطقتين، السجن الوحيد الموجود هو يأتي بهذا الاتجاه وهو سجن أصداء المركزي، السجن الخاص بخان يونس هو الذي يتطابق مع ما تحدثنا عنه الآن. وبالتالي إذا ما اتجهنا الآن إلى خان يونس إلى هذا السجن، هذا هو السجن الذي نراه، لنتجه إلى الشمال قليلا مع الاقتراب من هذه المنطقة ولنحاول أن نتوقف عند هذه النقطة، سترى بأن كل العلامات واضحة ومتطابقة. هذا هو طبعا برج المراقبة، ليس هنالك مبنى طبعا ملاصق له، وأيضا ستلاحظ بأن هذا هو الكرفان الذي رأيناه وهذا هو المدخل وهذا هو طبعا الشارع الرئيسي. وللتأكد من المبنى الذي يأتي مقابلا لهذه العلامات أو لهذا السجن، فقط للتأكد من أننا أمام نفس المنطقة، سترى فعلا بأننا أمام نفس المنطقة تماما مع كل العلامات التي رأيناها هنا. هذا هو المبنى الذي ظهر أمامنا وليس هنالك أي مبنى ملاصق له، بالتالي بالفعل الأسرى كانوا هنا والفصائل الفلسطينية سلمت الأسرى من هذه المنطقة للجانب الإسرائيلي، وهذا يعني الكثير في مسألة تتبع الأسرى بالنسبة للجانب الإسرائيلي. هذا بالضبط ما تتحدث عنه الأوساط الإسرائيلية، وهذه مسألة طبعا مهمة وخطيرة للغاية. فالسجن الذي تحدثنا عنه كما هو أصبح واضحا هو في هذه المنطقة، وبأن سيارات الصليب الأحمر التي قامت بعملية الذهاب إلى هؤلاء الأسرى تسلمتهم طبعا في هذه المنطقة من هذا السجن. هؤلاء هم الأسرى طبعا الذين وجدتهم أو وجدهم الجانب الإسرائيلي هنا في هذه المنطقة، وهذا يعني أن الفصائل الفلسطينية فعلا بأنها تضع هؤلاء الأسرى في هذا السجن أو في أنفاق في هذا السجن، أو أنهم قاموا أساسا بنقل هؤلاء الأسرى من نقطة معينة في الأنفاق إلى السجن، وبعد ذلك قاموا بتسليمهم بهذا الشكل عبر معبر كيرم شالوم الذي نتحدث عنه الآن. وبالتالي كل شيء تحت الرصد بالنسبة للجانب الإسرائيلي. وأيضا في نفس الوقت أن قناة أن الثانية 12 العبرية تحدثت بشكل واضح بأن يحيى السنوار أهم قيادي موجود في حركة حماس وهو المسؤول تماما عن كل ما جرى في 7 أكتوبر، والمطلوب الأول بالنسبة للجانب الإسرائيلي من خلال حربهم في قطاع غزة. تحدثت قناة أن 12 بأنه كان قد التقى بهؤلاء الأسرى وبأنه تحدث معهم بالعبرية التي تعلمها عندما كان أساسا في أيام الأسر في داخل إسرائيل، وقال لهم بأن لا ضرر عليكم ولا ضير عليكم وأنتم في أمان وغيرها. وهذا يوضح أن يحيى السنوار أيضا في نفس الوقت هو لا زال موجودا في قطاع غزة، وهو مرشح جدا أن يكون موجودا في خان يونس أو موجود أيضا في رفح في هذه المناطق. ولكن المعلومات الإسرائيلية رغم كل هذه الأمور التي بدأت تصبح واضحة للجانب الإسرائيلي تقول أن القيادة الخاصة بحركة حماس والفصائل الفلسطينية تتواجد تحت الأرض على عمق ما يقارب من 70 إلى 80 مترا تحت الأرض، وهذا طبعا فاق تصورات الجانب الإسرائيلي حول طبيعة القيادة وتواجدها وإمكانياتها. ولكن واضح الآن بالنسبة للجانب الإسرائيلي بأن أهم نقطة في هذه الحرب هي خاصرة قطاع غزة والتقدم من هذه المنطقة تجاه كل النقاط التي تحدثنا عنها من سجن أصداء المركزي أو حتى من القيادة الخاصة بحركة حماس. فبحسب طبعا الوور مابر كانت قد أوضحت في الفترة الأخيرة
بأن آخر تقدم للجانب الإسرائيلي كان في خاصرة قطاع غزة على مسافة 1.6 كيلومتر، وهذا يعني أن الجانب الإسرائيلي سيبحث بشكل واضح عن قطع وفصل طبعا الجانب أو قطاع غزة بهذا الشكل، عزل دير البلح عن جنوب قطاع غزة، وبالتالي عزل هذه المنطقة بالكامل كما لاحظنا من التقدم الإسرائيلي على شمال قطاع غزة إلى 3 أجزاء. وبالتالي نحن تحدثنا بأن السجن يتواجد هنا في خان يونس كما تحدثنا بشكل واضح، وبالتالي الجانب الإسرائيلي سيستغل هذه المنطقة الفارغة للوصول إلى هذا السجن. وأيضا من الممكن للسبيشال فورسز أو القوات الخاصة الإسرائيلية أن تتسلل عبر البحر المتوسط بعد تأمين هذه المنطقة لتدخل إلى هذا السجن، وبالتالي وبهذا الشكل يصلون إلى أماكن الأسرى الذين يبحثون عن تحريرهم في السجن، وممكن أن لا يجدوا أحدا طبعا، ولكن سيعني هذا أيضا الوصول إلى الأنفاق التي هي موجودة تحت السجن، وبالتالي يستطيعون من خلال الأنفاق الرئيسية الموجودة من التفرع والوصول إلى النقاط أو الطرق الموجودة في الأنفاق تحت الأرض إلى أماكن تواجد هؤلاء الأسرى من أجل إنقاذهم. ويجب أن لا ننسى بأن قوات دلتا الأمريكية هي لا زالت موجودة داخل الأراضي أو في العمق الإسرائيلي، هم متواجدين في إسرائيل من أجل مسألة الرهائن والأسرى وتحديد وتحرير الأسرى، وبالتالي هذه مسألة تدرس بشكل عميق بالنسبة للجانب الإسرائيلي من أجل القيام بهذه العملية. ولكن يجب أن ننتبه أن الفصائل الفلسطينية بالنسبة لها منطقة خان يونس تحديدا ومنطقة رفح هذه مسألة وجودية بالنسبة لهم، وهي مسألة حياة أو موت. وإن قام الجانب الإسرائيلي بالتقدم بهذا الشكل، هذا يعني بأن الفصائل الفلسطينية ستقوم بإعدام هؤلاء الأسرى، قد تقوم بهذه المسألة، وهذه مخاوف لدى الجانب الأمريكي أن يكون هنالك إعدامات، وبالتالي ضغط كبير للغاية، وهنالك 177 من هؤلاء الأسرى لا زالوا متواجدين طبعا في داخل قطاع غزة، لم يتم الاتفاق على عملية إطلاق سراحهم. وطبعا بالنسبة الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك الجانب الأوروبي، هذه المسألة مهمة وخطيرة للغاية بالنسبة لهم، ولا زالوا يضغطون من أجل تمديد هذه الهدنة بشكل أكبر. فويليام بيرنز وهو رئيس أو مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية CIA ورئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيع اليوم بحسب موقع أكسيوس الأمريكي هم متواجدين طبعا في قطر من أجل تحقيق اتفاق جديد لتمديد الهدنة إلى أكثر من اليومين التي نتحدث عنها اليوم. هنالك بحث عن تمديد الوقت بشكل أكبر لإطلاق المزيد من سراح هؤلاء الرهائن، ولكن الجانب الإسرائيلي طبعا لا يمزح أبدا في هذه المسألة. فالجانب الإسرائيلي أبلغ بشكل واضح كما تلاحظ المسؤولين الإسرائيليين ما الذي أبلغوه. بحسب الواشنطن بوست، هم أبلغوا نظرائهم أن الحد الأقصى لعدد الأيام الإضافية التي يرغبون في السماح بها هو 10 أيام قبل أن يسعوا لاستئناف العمليات العسكرية. وإيلون ماسك أغنى رجل على مستوى العالم، وهو الرجل الذي يمتلك أهم الأدوات التكنولوجية الحديثة والقوية التي يسعى للحصول عليها أي قائد على مستوى العالم، زار إسرائيل بهذا الشكل وزار الأماكن التي قالت إسرائيل بأنها كانت أماكن هجوم الفصائل الفلسطينية على العمق الإسرائيلي. وهذا الرجل طبعا حقق اتفاقا مع الجانب الإسرائيلي بحسب وزير الاتصالات الإسرائيلي الذي قال بموجب الاتفاق لا يمكن تشغيل وحدات ستارلينك الفضائية في إسرائيل إلا بموافقة وزارة الاتصالات الإسرائيلية، وذلك يشمل قطاع غزة. يعني أن أهم أداة لدى إيلون ماسك ألا وهي ستارلينك أصبحت تحت السيطرة الإسرائيلية في إسرائيل وفي قطاع غزة، وهذا يعني أن إسرائيل تستطيع من قطع الإنترنت وخدمة الإنترنت عن قطاع غزة بمجرد انتهاء الهدنة الإنسانية. بالتالي إسرائيل تصر تماما على الاستمرار في هذه الحرب، رغم أن هنالك رغبة قطرية في استمرار هذه الهدنة وأن تكون هي نقطة توقف هذه الحرب إلى الحد الذي وصلنا إليه.